أحسن الله إليكم. الأخ السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هي أركان التوحيد؟ التوحيد نفي وإثبات من قول لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. التوحيد له ركنان: النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من يكفر بالطاغوت هذا هو معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا هو معنى الإثبات إلا الله. نعم.